الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني منذ حوالي 1000 سنة أو أكثر قليلا، صار تشويه لدين الإسلام القديم منذ سيدنا آدم إلى آخر بشر. أولا لازم نفهم الإسلام هو الدين عند الله لا غير، من قديم، وليس الإسلام الذي من زمن محمد، هو الدين الإسلام الدين الحقيقي للعالم، حتى يرث الأرض، يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا الدين فيه 3 مراتب. التي هي: مرتبة الإسلام، متشابه الاسم، ما يركز كثير من الناس، يظن الإسلام خلاص هو هكذا. ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، ليست بالتسلسل، لا، ممكن تدخل اليوم تكون في الإحسان، ممكن حسب ما أنت تقبلك. إيش معنى الصديق؟ أعلى مرتبة الصديقية، وهي في قفا النبوة، يعني نبي لا ينبأ، عنده نبي، مصدق بالنبي تصديق كامل، والنبوة تصديق كامل، تصديق لوصول الوحي. قال الله كذا، قال، ما في كلام آخر، لا يوجد عليه تشويش من النفس ولا من الشيطان، محفوظ. فلذلك يعني تشوف غلام صغير يقول أنا عبد الله، آتاني الحكم صبيا، أنا عندي من الآن كل شيء. مو النبوة لها وقت معين، لا، لها ناسها، لها أهلها. إن الله اصطفى، اختار من الخلق هؤلاء، مش هم تقدموا تعلموا تطوروا إلى أن وصلوا. لماذا تغلق؟ مفتوح إلى قيام الساعة معناته التطور، ولكن هذا لا، ناس قمة اختارهم الله، اجتبعهم، اصطفاهم. فلذلك كذلك سيدنا إبراهيم قال للغلام النبي، قال له إني أرى في المنام، نو، إني أرى في المنام أني أذبحك. وجاء إبراهيم خليل الله ينفذ منامه. هذا يعني عايدي ولا النبي؟ نبي، ما في نفس تدخله بكوابيس، بأقتل ولدك، ما في، مغلق هذا الباب بالنسبة لهم. هم ليس مغلق يعني خلاص هو أغلقه الله هكذا، لا، هم ما عندهم هذا الشيء. تطور مثل في الناس، في غبي، في مجنون، في إنسان، في إنسان عادي، في عبقري من نفسه درجة من صغر يقال هذا عبقري، مثال يعني. فكذلك في الأنبياء، مخلوقات، في المخلوقات كلها. فنحن نأتي للدين الإسلام الحقيقي الذي يعني أنزل على كل الأنبياء، لا فرق، فرق في الشعيرة، في الشعائر، في الأوامر، في النواهي الأخرى، تشرب ما تشرب، تأكل ما تأكل، تلبس ما أدري إيش، هذه أشياء يعني فيها توضيح في الشرائع. فيه ناس رفعوها، أحبار ورهبان في كل دين رفعوا قيمة بعض الأشياء وركزوا على الشكل والمظهر والطقوس الظاهرية، كله ظاهري. هذا يختلف من يعني نبي إلى نبي، يختلف. مثل نظام أندرويد، أبل، ويندوز، في أبديت، تحديث، آخر تحديث هو تحديث محمد. وكل نبي، عيسى قال أن فيه رسول يأتي من بعده اسمه أحمد،
يعني في النظام الأخير رقم كذا كذا كذا، يعني خذ بالنظام الأخير. لأن كل الرسول أرسل لقومه، أرسل لعدد محدود، أرسل لكذا، أرسل لكذا، صح؟ إلا نبينا مبعوث للعالم، يعني كل هذول الأمم منطوية في الموضوع، مبعوث لهم كلهم. من صدق صدق، من ما صدق عند الله في موازين وحسابات وكل شيء البشر لا يعرفها. فلذلك عندنا هذا الدين الإسلامي نريد علشان تقسيمات للتوضيح وعلشان تفهم تركز، مو نقول هذا خلاص نفهم هذا، أيوة خمسة، أيوة اثنين، أيوة ثلاثة، ونقول للناس كذا، لا، هذه تقسيمات يعني للفهم. خلصنا الفهم خلاص، ارميها على جنب، بس عرفت أصل إيش هو. مفروض العلماء يقولوا هذا الكلام، ما يقولوا هذا طريقي، هذا طريقه، هذا طريقه، هذا طريقه، مشي ورائي، مشي، ما نمشي إلا خلف رسول الله، لا أنا ولا هو ولا هي. الأصل هكذا، لأنه هو المعصوم واللي يحاسبك ربنا، اتبعت هذا ولا لا؟ قلت اتبعته لأن فلان اتبعه فأنا اتبعت فلان، هذا فلان ما تدري ما اتبعه ولا ما اتبعه، وأنت تظن، لا بأس، ظن ما شئت. لكن الحقائق لا تختلف، لذلك قال لك اتبعه هو محمد. اسمع واتبع هناك مباشر. الرسول أرسل لك. لك أنت مين؟ أنت مين اللي أرسل لك؟ أنت عربي غير عربي، أنت عالم، أنت لا تستطيع تقرأ الحروف، ولو أنه هذا غلط. عالم يقرأ كثير ويتعلم كتابات وقراطيس، لا، ليس هذا، هذا عرف في الأخير، ألف كتب كثير، عالم، لا، ليس هذا الحقيقة، لكن جعلناها حقيقة. إنما يخشى الله، يعني ما في أحد يخشى الله، إنما يخشى الله، يعني ليس يخشى الله إلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إيش معناته؟ يعني الأمي لا يخشى الله، هو مدام يخشى الله عالم، عشان تعرف علامة يخشي لله، اختبرها، جرب، مو تقول هو يخشى الله خلاص، لأنه يطبق أوامر الله هو يخشى الله، لا، فرق شاسع. الآن نفهم، فعندنا في دين الإسلام الحقيقي لكل الأنبياء عدة أمور، أحسب، نحسب عشان التركيز بعدين شطب. فعندك أول حاجة هي العروة الوثقى، وهي قسمان، لا إله إلا الله، صح، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا، والرسل كلهم إنما أرسلوا إلا بكلمة واحدة كلهم، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا واحد، أن اعبدوا الله واتقوا، كلها تدور حول واحد شيء، اتجاهين مع بعض، لا يقبل واحد بدون الآخر. يعني مثلا تقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، الله عظيم، الله قادر، الله مدبر، الله كل شيء، سليمة، لكن كمان غيره، ماذا رأيك؟ الأسباب هذه، قال لابد منها، بدونها كيف نفعل شيء؟ بدونها لا يحصل شيء، إذن أنت رفعت مقدارها. كيف الله يبين لك أن إبراهيم ألقي في النار فكانت بردا وسلاما؟ أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ أنت ما تزرع، تضع بذور وتحط عليه تراب وتسقي الماء، لكن من يخرج النبتة ويذهب الجذر يبحث عن ما يحتاجه، ما جبل عليه من حاجته من الأرض، وهذا يخرج كذلك ليخرج، يخرج لحاجات جبل عليه في البذرة هذه، أنه يأخذها هذا الجزء الأعلى، شمس،
أكسجين، أي شيء عنده شغل شغل شغل، يأخذ أكسجين يخرج كم، وفي الليل ماذا يفعل؟ هذه كلها أسرار في هذه الحبة. من الزارع؟ هو فقط، وإلى آخره كثير كلام. أفرأيتم النار التي تورون؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ معنى ذلك إيش؟ يعني في أسباب، إن فيها لا إله، إن فيها في الاستقلال في الفعل، الله الذي يفعل بها. تريد المعجزات؟ هذا طريقه. ما هو؟ أن تؤمن بأن الأسباب بيد الله، لا تنزعج ولا تحب ولا تعظم أي منها، ولا تعتقد أن الأثر الذي يفعله هو 100%، لا، منه مستقل، لا. المال يسعد؟ غلط، من الله. يعطيك المال بدون سعادة مثلا، يعطي السعادة ويعطيك فقر، ينزع السعادة وانت فقير، ينزع السعادة وانت غني، ما لها شغل هذه الأسباب. هذا هو الإيمان بالغيب، يعني هذا السبب موجود، آمن بالغيب، لا تؤمن بما ترى، لا تؤمن. هذا هو بعد غير البعد المادي، تؤمن بما ترى، بعد آخر روحاني رباني. اثنين، روحاني يمشيك في هذه الدنيا، بس بعد الموت لا، أنت مخلوق لهدف عظيم، غفلت عنه تبقوا اثنين، بعد مادي بحت حتى يموت، أو بعد روحاني أنه هنا عرف الموضوع حق الأسباب ولكنه لم يقل الله أنا، أو يرميها على أي شيء، المهم هذه الأسباب لا تفعل شيء. الطبيعة، قل الله بدل الطبيعة، لا، إلى آخره. ليس معنى اللي يقول الطبيعة سعيد، لا، اللي يقول الأمور هذه ليست مستقلة تفعل بذاتها. أنا أجيب لنفسي السعادة، أنا مستقل، وأنا هذا شيء باب آخر ما نبحث فيه. نحن نبحث فيما يسعدنا في جميع مراحل الحياة الدنيوية، مؤقتة، ولو عشت فيها 100 سنة أنت تعيش هناك للأبد، فهذه 100 كم؟ لذلك نؤمن بالآخرة وليس بالدنيا، ما في إيمان بالدنيا وهم. فلذلك أول شيء العروة الوثقة، تكفر بالطاغوت، كل ما يطغى، ليس الآخر طاغوت، المال ليس طاغوت، الظالم ليس طاغوت، لا، الطاغوت هو طغيان حبك وتعظيمك واعتقادك فيه عن الله، لكن تعطيه وقت، تعطيه يعني ما قدر، ما الله وضع لك السبب، وضع لك حجمه فقط، مبالغة هنا طغيان وليس صحيح، بس طغيان، طغى حبك لا وتعظيمك لا، وإلا هو لا ينفع ولا يضر ولا أي شيء. أب، زوج، ابن، خال، عم، عشير، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، إيش في؟ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. أعبد أنا، أتهجد، أصلي، تربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إيش معنى؟ سماهم فاسقين مع التزام الدين وشيخ وعالم، مو مشكلة هذه. الله يريد القلب حب، لا تحب هذه الأشياء أكثر مني، فاني والله باقي، ورسول الله موجود قدامك بعد الموت. كيف تحب الفاني وتترك الباقي وأنت فاني وباقي؟ فاني جسدك وأنت باقي للأبد، لا حدود.
فإذا عندنا العروة الوثقى نتمسك فيها، وهذا موجود في البعد في الكورس البعد الرباني الإيمان الحقيقي. طيب إذا ماذا غير ذلك؟ غير ذلك الاثنين، هذه العروة الوثقى في حاجتين: قطع الاتصال العالي التعلق الكثير بغير الله بسبب فيه نفع أو دفع ضر، هذا هو الطاغوت، التعلق والحب المرتفع أكثر من الله ورسوله، هذا اسمه كمان اسمه الصلاة الدائمة، يعني متصل بالله، قطع الاتصال بغير الله، اتصال الحب واتصال التعظيم، اتصال الخوف، اتصال الرجاء بغير الله مغلق، بالله مفتوح. هذه الصلاة دائمة مرافقة للإيمان الصحيح، مرافقة للعروة الوثقى الذي طبقها صحيح، مرافقة، ما هي بعد فرضت الصلاة في يوم كذا، لا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله مفروض تكون كذا، لا أنت غلطان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، الخالق يقول، الخالق يقول، صاحب الدين يقول، ما معنى الدين؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، اثنين، إذن لم تؤمنوا قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هنا المكان، ليس هنا ثقافة ومعرفة العقائد لا تفيد، اعتقدنا ونحن جهابذة في الاعتقاد، هنا ماذا فيه؟ لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يمن آية ثانية، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم ولكن الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. داخل دين الإسلام في مرتبة إسلام ومرتبة إيمان، هي المقصودة مرتبة الإيمان وليس مرتبة الإسلام. مرتبة الإسلام عبور، قلت لا إله محمد رسول الله، يلا طبق قبل الصلاة الزكاة الصوم والحاج، طبق لا إله إلا الله أول، لا إله إلا الله يعني لا تعبد، لا تعبد معناها لا تعظم ولا تحب ولا تخاف ولا ترجو غير الله، تعظم وتحب وتخاف وترجو الله، اثنين مع بعض، إيمانان لا يجوز، لازم إيمان وكفر، كفر بأن يطغى قلبك حب تعظيم خوف خشية. للأشياء أكثر من الله، هذا لا إله بعدين إلا الله، هكذا مفروض نفهم هذا الدين، أساسه أساسه أساس الدين، هذه الأشياء التي نعدها الآن أساس الدين، أساسيات. فإذا عندك صلاة دائمة مع إيمان وصلت خلاص، تروح للصلاة الحركية يكون فيها نور يكون فيها قوة، لأنه ما في اتصال بغير الله، اتصال حب تعظيم ما في، فلذلك تدخل في الصلاة الله ليس غير الله، الله أكبر، تكون فيها نور، لأن ما في صغير يدخل الآن، لا سيارة لا زوجة ولا أب ولا أم ولا عشيرة ولا أموال ولا تجارة ولا مساكن ولا طيارة ولا سيارة ولا شيء، إيش ما في، أنا مع الباقي، وكبرت ورميت خلفي الفاني، الله رمي في الخلف غير الله، الله أكبر تقدمنا، لا يوجد غير الله في جلسة هذه خاصة بالله بينك وبين ربك. فإذا هذه العروة الوثقى معها الصلاة الدائمة على طول، ما جات صلحها أول، أكفر بالطاغوت، بسيطة بسيطة للي يعني جديد في الإسلام وفهم بسيطة، لكن الذي قديم ترسخ مفاهيم غلط فعليه الآن فهم الصح، سوي تحويله.
أنت ماشي كذا وتقول أريد البلد الفلاني، ثم بعد ما مشيت باقي لك للبلد، باقي لك لبلد أنت ذاهب إليه ناسي ما هو، باقي لك مثلا نقول 1000 كيلو، باقي 100 كيلو. تقف عند المحطة ويقول تقول كم باقي يا جماعة للبلد الفلاني؟ قال ما هذا بلد، أنت متجه إلى بلد أخرى اسمها كذا كذا. سين، أنت تريد صاد؟ أنت مشيت 900 كيلو غلط، باقي 100 وتذهب بلد آخر. طيب كيف أرجع؟ قال لازم تذهب تصل تلك البلد، لا يوجد تحويلة، فتكمل وأنت ناوي ترجع وأنت في نفس الخط الخربان التعبان اللي غلط خلاف ما تريد. لازم تمشي شوية. ليش؟ تنفي، كفر بالطاغوت، كفر بالطاغوت، كفر بالطاغوت، كفر بالطاغوت، كفر بغير الله، لا ينفع، لا يضر، لا يعز ولا يذل. بعدين الإيمان، ربنا قال فمن يكفر بالطاغوت أول ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، والله سميع عليم. فإذا هنا عندنا رقم واحد مضمن اثنين اللي هو العروة الوثقى، مضمن ثلاثة. العروة الوثقى إيش هي؟ تكفر بالطاغوت أول وتؤمن بالله ثاني. إذا أنت عندك الصلاة الدائمة أوتوماتيك. بعدين نجي اللي بعده رقم اثنين، هذاك رقم واحد في ألف با جيم خلاص. الآن رقم اثنين ما هو؟ لا بأس أنا في مكان شوي الصعوبة. نجي للثاني. الآن صار عندك اسم من أسماء الرب عز وجل، اسم من أسماء الله بعد هذا الإيمان الصح. شوف الترقي السليم ماذا يفعل، ماذا يفعل فيك؟ صار عندك اسم الله التواب. أنت في أثناء الحياة حصل أخطاء، حصل غلبتك مشاعرك، غلبتك نفسك، موجود لسه دوبنا مسلمين يا جماعة أو مجددين للإسلام، فماذا يحصل في الحياة كما كنت أول؟ لا لا ليس هذا صح، أيوة أيوة أيوة، تراجع نفسك. فكيف ترجع إلى الله؟ يا ربي أنا كيف أنا دخلت في هذا الطريق الذي أريدك يا رب، ولكني ذهبت وفلان أو فلانة حصل معنا هكذا، اغفر لي سامحني. تواب، اسم الله التواب، هو تواب وأنت تواب. يقبل التوبة عن عبادي، يعني هو يرجع إليك كلما رجعت رجع. طبعا هذا مزاج، يعني أنت اللي ترجع والأمور تضبط. فإذا التواب يكون ملازم لك مثل الصلاة، هذا كله في الإيمان، في الإيمان فقط. تجيك أسماء الله، تدخل عليك أسماء الله، الباب المفتاح لأسماء الله هو التواب. التواب اسم وعمل مع بعض، ترجع إلى الله، ترجع إلى الله، ترجع إلى الله، مو ترجع إلى عبادة الله، ترجع إلى الأوامر، ترجع إلى النواهي. الأوامر والنواهي موجود فيديو بهذا الاسم، الأوامر والنواهي، لأجل أن يكون عندك اسم الله التواب. في أوامر خالفتها توب خلاص. ليس الأوامر أن لازم تلتزم وتصير ملاك، ما في أخطاء ما في ذنوب، لابد منها. شعرت بها أو تقول أن الأخطاء فقط الزنا، السرقة، العقوق، الغش، الخداع، ترك الخمر، ترك كذا كذا، أوامر نواهي عندي خلاص. إذن ماذا تواب؟ ما فيه. أنت علمت بعضها، هل في أشياء ثانية؟ في كبر. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا خطير، خطير. قد يأتي يوم القيامة أناس لا يدخلون الجنة وهم عندهم طاعات، وأناس يعني عندهم نص نص هكذا مثل الصاروخ رايح الجنة. لما؟ لا عنده تواب.
أنت ما عندك ثواب، عندك خلاص أنا سليم 100%، أنا خير منهم. منكسر المؤمن، يعمل الطاعة، يصلي بخشوع كامل واستنارة، وأول ما يخلص ما يقول يا صلينا، لا، يقول أستغفر الله، من هذا المخلوق الضعيف الذي يقول أنا صليت؟ صحيح أنا عندي خشوع وكل شيء، لكن أين هذا؟ يعني كأنك تضع واحد مثلا ملك عنده أو ملياردير عنده مليارديرات ولك لقاء معه، وتقول له خذ هذا هدية، هذا القلم، قلم اشتريته مثلا لأجل خاطر هذا الرجل الملياردير ب 100، أنت إنسان فقير، قلت يلا هذه 100 دولار اشتريناه، أنا لا أشتري لنفسي، يعني شايف أنت كبيرة، ولكن عنده هذا ماذا قمامة، يجبر بخاطر يقول لك طيب، فأنت تقول له هذه ليست مقام، ليست تصلح لك هذا القلم، أنت عندك أكثر، بس أنا حبي لك أكبر شيء أستطيع أقدمه هذا، معذرة مع الهدية سامحني. هكذا المؤمن، فإذا عنده التواب المؤمن ملازم له، وهو ملازم للأنبياء. موسى خاف لما رأى العصا، قال له الله ما تلك بيمينك؟ قال فيها فوائد وذكرها، فقال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، عصاته حقه رماها كذا، فإذا هي تتحرك حية، إما ثعبان اسمه حية من أسماء، أو إنه حية يعني عايشة جماد كانت، فتحولت إلى تتحرك، فولى هرب، هو يتكلم مع الله هرب، جاف خوف من هذه العصا التي تتحرك، ما هذا، هذه عصاية هي فيها فوائد هكذا، أرمي ألقها، فألقاها فإذا هي حية، فر، شرد، هرب، ولكن عنده التواب رجع. ومرة أخرى ووكز الغلام فهرب، قتله، اغفر لي، فهذا موجود لكن التواب فيه. فلما فرعون يجري خلفهم ليقتلهم، يبيدهم كاملا بجيش عرمرم، وهم مساكين ليس معهم حتى سلاح وقليل، فلما وجدوا البحر قالوا إننا مدركون لمعه، قال كلا، ما في خوف من هذا الفرعون ومن هذا البحر، ذهب الخوف، لأن في التواب ربنا يطهر يصلح، الشيطان لا يريد هذا، لذلك يغلق عليك الباب، يقول لك أنت عصيت، كيف تذهب إليه؟ أنت صليت هذه الصلاة تعبانة، كيف تذهب؟ كيف؟ خلاص بقتل، اترك، يريدك تيأس من ربك أنه لا يقبلك إلا إذا كنت، لا. طيب، فإذا عندنا التواب ملازم للمؤمن، والصلاة الدائمة ملازمة للمؤمن، والخشوع في الصلاة ملازم للمؤمن، الصلاة الحركية، ليش؟ لأنه في اتصال دائم، ما في في العروة الوثقى، ما في اتصال مع المخلوقات الأخرى بالحب اللي على قدرها، يعني حب ابني لكن مؤقت، هنا أحب وانتبه له أراعي، لكن أتعلق فيه، أخذه الله مع السلامة، من الذي أخذه؟ الأفضل مني والأكرم والأعرف كل شيء هو ذهب إلى الله، فالمؤمن لا يهتم، إذا مؤمن بالآخرة، وإذا الإيمان بالآخرة ضعيف والإيمان بالدنيا ضعيف عظيم، أبكي أبكي وأقطع قلبي من الحزن، وفي ناس يمزقون ملابسهم وسنة سنتين 10 يتذكر هذا الابن، والله ظلمني وأخذ ابني أو أخذ زوجي أو أخذ أبي أو أخذ، هذا يدعي أنه مؤمن بالآخرة، مؤمن بالآخرة فيها فضل عظيم، إذا ذهب للخير، ذهب للأكرم، ابنك لو أخذته شركة تعلمه وتفعل تعطيه ميزات وتعطيه، تفرح تقول كل يوم اتصل ولا أي شيء يصير خلاص.
هذا ثقة، ضاعت الثقة في الله. وهذا هذا يعني هذا من ضمن الأشياء التي نعدها، جئنا به قبل لأن هذا وقته، لكن سنعود إليه. فإذا عندنا العروة الوثقى مضمن فيها كفر بالطاغوت، إيمان بالله، والصلاة الدائمة، ثلاثة في واحد. بعدين ثاني التواب، هذا صار اثنين. بعدين عرفاء، التواب، صلاة دائمة، هذه أساس الدين منذ قديم، ومعنا وفي دين الإسلام، دين محمد صلى الله عليه وسلم موجودة. إذن عندنا الثاني، هذا واحد كله. الثاني هو الإيمان باليوم الآخر، والثالث هو العمل الصالح. إذن العروة الوثقى، الكفر بالطاغوت، الإيمان بالله، التواب يكون عندك، ويكون عندك الصلاة الدائمة، هذه ثلاثة في واحد. الرابع اللي هو الثاني على كيفك، الإيمان باليوم الآخر، تؤمن بالحياة الأخرى، تؤمن بما بعد الموت، تؤمن به، تؤمن به يعني تتيقن به، تؤمن به. الدنيا ما في كلام من الله أن تؤمن بها، كيف تذكر 100 سنة مقابل مليارات؟ مهملة مهملة مهملة. أنت هنا حتى لهدف، تعتقد أنه ما في هدف، هدفك أنت أريد زوجا، أريد بيتا، أريد سيارة، ثم أريد حياة ومبسوط وكل شيء، بعدين موت يأتي خلاص. هذه حياة، صار اسمها حياة، والله هي ليست حياة. فإذا عندك تؤمن باليوم الآخر، تؤمن بالله الذي ذكرناه، تؤمن باليوم الآخر، يكون هو الأولوياتك هناك، أولوياتك جنة عرضها السماوات والأرض، جنة هذه هي أنا التي أريدها وهي في دماغي. إذا مات أحد من أقاربي ومن حولي ذهب إلى الجنة، ذهب إلى رب كريم، أثق في هذا، هذا مؤمن بالآخرة. إذا إنه فنية فأنا خلاص، من أحب ومن أعظم وأنا كذلك إذا أخرج أفنى خلاص، يهمنا هذه الحياة؟ أنت آمنت بما لم يأمرك به الله، ليس معنى ذلك ما تصير من المؤمنين باليوم الآخر والمؤمنين بالله وقاطعين الصلاة بغير الله وعندهم الصلاة الحركية والذكر كل شيء. سليمان عليه السلام قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. التفريق بين الدين والدنيا أو الدنيا والآخرة هذا بدعة صارت متأخرة، ما في شيء. عيش ملك أو في حالة الفقر، في حالة المرض، في حالة كذا، ما نفقد هذه الأشياء، هي أساسية هناك للآخرة، إيمان بالآخرة، هذا هو الإيمان. ما في شيء اسمه عبادات، أيوة هنا هنا نحلق ونذهب في السماوات ونستأنس ونفرح، ثم إذا جينا مع الناس عابسين هكذا نريد نخلص منهم لحاجتنا، نشتري من هنا حاجة أو نذهب للعمل ونحن كارهين، لا يوجد هذا في الإسلام. هذا قيل اخترعوا زادوه الناس. كيف تستطيع تعتزل؟ لازم تذهب الدوام كل يوم، تذهب تجيب رزق، تجيب الشيء هكذا لنفسك وأهلك بيتك، هناك تختلط أيضا بناس، كيف تتعامل معه؟ في عندك جار كيف تتعامل معه؟ زوجتك كيف تتعامل معها؟ مسؤولية، زوجك، ولدك، بنتك، خذ هذا كله، أنت اختلط مع الناس. فعندك الإيمان باليوم الآخر، وعندك آخر شيء في دين الإسلام القديم والجديد،
منذ عهد آدم إلى آخر رجل، منذ أقدم نظام إلى أحدث نظام، نظام الإسلام، في هذه الأمور كلها. بعدين نأتي للصلاة، الزكاة، الصوم، الأوامر، النواهي، هذه تختلف من واحد لآخر، مو مهم. لذلك الله يغير كل ما جاء تحديث، تحديث في هذا الباب وليس في الإيمان والعمل الصالح، تحديث في العبادات. العبادات من العمل الصالح، لكن ما هي كل شيء، هي أضعف شيء، كبروها، هي أضعف شيء. أثقل شيء في ميزان العبد ما هو؟ حسن الخلق. حسن الخلق ما هو؟ جارك، عملك، أي تقابل بشر في البيت معك، زوجة، زوج، أولاد، ضيوف، يقابلك أحد في الشارع، المطلوب تسوي هذا عمل صالح. الأساس الأعمال الصالحة في كل الأديان هي، لأن يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، أربع فرق جاب لك، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، تمام، في جميع الأديان، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عندك خوف حزن، عندك في مشكلة في هذه الثلاثة: إيمان بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. عندك في الإيمان الآخر تعبان، والإيمان بالدنيا موجود، هنا مشكلة. إيمان بالله وإيمان بغير الله، هنا مشكلة. عمل صالحا تقول بس هي العبادات، هنا مشكلة. عبادات بعدين مختلفة، لأن عمل صالحا عند الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، عمل صالحا إيش هو؟ مشترك بينهم كلهم، معاملات وأخلاق. إذا هذه الثلاثة مضبوط، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولهم أجرهم. هذا بعدين برضو كمان في خير كثير قادم، لكن في الدنيا ما في خوف، ما في حزن، تؤمن بالآخرة، خلاص أنت أخلاقك مع الناس كويسة، هي كلها متداخلة هذه مع بعض. تؤمن بالله يعني تكفر بالطاغوت، يعني تصير عندك تواب، تصير عندك اتصال بربك وعدم اتصال بالأشياء غير الله. عندكم دقيقة؟ الحمد لله. طيب، فنحن نواصل كلامنا هنا. فإذا لا خوف عليهم ولا يحزنون، الخالق يقول ما يأتي إليه من الخوف ولا الأحزان، لأن ما في تعلق بغير الله، ولد، زوج، زوجة، مال، جاه، منصب، ما في تعلق، مرتاح، ما في حزن. إذا فقد المتعلق به راح، فين راح؟ فاني، هو مكتوب على كل مخلوق مادي أو أي شيء مادي مكتوب عليه الزوال، لأن هناك قاعدة: ما ولد لابد يموت، جسدك ولد سيموت، وتأتي عليه عوارض الحياة: صغر، كبر، مراهقة، شباب، كبر في السن، موت. ممكن الموت هذا يأتي قبل الكبر في السن وقبل في الصغر، شغل رب العالمين. فإذا في الدنيا لابد تأتي العوارض، سيارة ولدت يعني انبثقت، جاءت في هذه الحياة، جاءت في الدنيا ماديا، لابد تزول. طيارة، عمارة، انظر قبل 100 سنة، 150 سنة، لا يوجد مما نرى ولا شيء، حتى بشر لم يكن موجود، أنت وهي وهو وهذه العماير والملوك الذين نسمع، ورؤساء الدول والاختراعات. إذن على طول الدهر من عهد آدم يتغير هذا الوضع. هنا عمارة، قبل ذلك كانت مسجد، قبل ذلك كانت مقبرة، قبل ذلك كانت ترابا، قبل ذلك كانت في عصور قديمة كانت معلم رهيب، ما ندري. بعد 150 سنة من الآن، أنت غير موجود، أنا غير موجود، رؤساء الدول هذه غير موجودين، الاختراعات هذه غير موجودة،
شيء آخر. فما ولد يزول، مكتوب على كل شيء الزوال والفناء. ما عندكم ينفد وما عند الله باقي. كل شيء هالك، مكتوب كل شيء هالك فاني. كل من عليها فان، كل من عليها فاني، رايح. تتعلق بالفاني تفنى حياتك وتذبل، أنت اللي سببت، ليس أحد خارج معلوماتك. أن هذا حبيبي للأبد ذهب، أن هذه سيارتي ذهبت أو ذهبت، أنت ترى في العالم، لابد تأخذ عبرة. لا تكن ممن ينظرون إليك وهم لا يبصرون، أي شيء ينظر له هو متعلق فيه بعد سيء. من كان في البعد المادي فقط يضيع، يتعب. 8 مليار تعبان، قليل الذين يفهمون هذا، نخبة. وسهل الطريق إلى هذه النخبة، نخبة النخبة كمان الذين يكون ربانيين، سهلة. قالوا صعبة، أنت قبلت هذا الكلام. فالمهم يا أحبابنا في الله، إلى ماذا وصلنا؟ أنا ذهبت أنظر ماذا هناك. فإذا عندنا 3 أشياء، واحد أو نقدر نفصلها كذا من بعيد عن بعض، 5 أشياء: العروة الوثقى، كفر بالطاغوت، إيمان بالله، هذه 2 في 1. التواب يكون موجود في حياتك على طول، ما يحجزك عنه إلا أنت، عن ربك. أقرب إليكم من حبل الوريد، أنت قل هو أقرب إلي، لكن البعيد نحن ليس الله، نحن نبحث هناك هناك هناك. وخاطبه، تكلم معه، الذي خلقك تكلم معه، سهلا. لا تطلب حاجات تريدها كذا ما تحقق، إذن هذا الكلام غلط. أقرب إليه محب وريد مو موجود، تضيع. الشيطان يأتي من جهة حاجاتك، وحاجاتك مقضية إذا أنت أول اقتربت من القريب. إذا أنت بعيد وتنادي لا ينفع. أنت تقول يا رب، وأنت تذهب إلى المخلوقات، هذه المخلوقات ليست شيء، عدم. الله يفعل بها ويفعل ضدها ويفعل كما يشاء. خليك من القريب واترك السبب، مو تركه لا تعامل، تعامل معه ولكن منخفض الحب والتعظيم له. فإذا عندنا العروة الوثقى، كفر بالطاغوت، إيمان بالله. التواب تكون موجودة في حياتنا، ما حد يحجزنا على الله إلا الشيطان يؤسك من الله، أنت أيئسه هو، قل هذا الباب فتحه الله لي، لا شأن لك منها، يلا. الثالث تكون عندك الصلاة الدائمة، الصلاة الدائمة واسم الله التواب، المفتاح للأسماء الأخرى. الذي ليس عنده التواب والرجوع إلى الله، هذا ما يفهم في الأسماء، ما يفهم، لا يفهم. هذا كله الأنبياء عندهم، كما قلنا لكم، كان عند سليمان عليه السلام، ألقى على كرسي جسدا فظن أن ما فتناه، فاستغفر ربه، فقال إيش؟ ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ما في حاجة يقول أنا فتنت ورسبت كمان خلاص، خليني، لا، ربي اغفر لي. متعود على التوبة، التواب، الرجوع إلى الله، مو من الذنب، حتى من الطاعة، حتى من أي شيء يكون فيه اتصال بالتواب أول. فقال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ما قال أنا سويت مشكلة، ما بلاش أطلب أشياء، أطلب. إذا هذا الاتصال موجود يتحقق أي شيء لك أيها المؤمن به وباليوم الآخر.
فإذا نأتي اللي بعده اللي هو الإيمان باليوم الآخر، يعني مضمن فيه عدم الإيمان بالدنيا والانشغال بها والثقة بها والركون إليها، ما في هذا الشيء عند المؤمن الصحيح. إيمان مزور موجود، دين مزور موجود، دائما يتلقوا بعض الناس من أهل الكتب السماوية من الأنبياء يتلقوا الكلام ويقولوا يا جماعة اللي بعدنا نحن نفسر هذا، نشرح هذا، نحن أفضل منكم، توجهوا إلينا. ما في شيخ اللي قبله لقب، الشيخ الفقيه الحافظ حجة الإسلام شيخ الإسلام أدري، إلا الصحابة والرسول، لا تقل سيدنا. عن أنس خلاص، عن عبد الرحمن بن عوف خلاص، عن علي بن أبي طالب خلاص. وهؤلاء إذا قال رسول المباشرين عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحنا القوس، حط القول الذي سمعه هو من رسول الله، غلق القوس، وضع النقطة، لا شرح لا تفسير لا، هو فهم كل شيء، لأن هذا القول قاله رسول الله للصحابي، قاله لي، قاله لك، وقاله لغير العربي. قال الله تعالى، أنت إذا فهمت قال الله تعالى، قال الله تعالى التفت عظم، قال الله تعالى لي، ليس الكلام في الهباء في الهواء. إذا سمعت قال الله أو قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. كلمة ملك الملوك يتكلم، ليس تفتح المسجل وتقول خلي شغال يطب الجن. هو جاء القرآن لك، ما جاء لطرد الجن. قالوا وجه صدقت. فإذا عندنا آخر شيء، عامل صالحا، أخلاق، معاملات، معاشرات في البيت مع من حولك، ها في العمل، كل من تحتك به بسبب مال، أي عمل يكون، تعمل عمارة مثلا لناس، عندك عمال، عندك كذا، عندك محل، مطعم، أي شيء، أنت في احتكاك دائما مع الناس. هي هذه الحياة، هذه هي العبادة القصوى، تكون وأنت محتك معهم مؤمن بالله، تواب، تعمل صالحا بأخلاق عالية، وتؤمن باليوم الآخر. بعدين عبادة مو مشكلة. فإذا حتى الأوامر والنواهي إذا جينا لها، جاءت لأجل أن كيف تجي للتواب؟ كيف تعمل مع التواب؟ لازم ترتكب منهي. تعال، أنت من المتقين الذين إذا فعلوا فاحشة، يعني هذا الشيء أمر الله وأنت خالفت، أو ظلموا أنفسهم برضو كمان مخالفة الأوامر، يعني فأنت ايش تسوي؟ إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله، تواب، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، مو استغفروا لأجل المال، لأجل البنين، لأجل كذا. هذا وعد يجي هدية بدون تنويه، لكن أنت تستغفر ليش؟ لذنوبك. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني الباب مفتوح، ما في أحد يغفر الذنوب إلا الله. الناس لا تغفر لك مرة مرتين عشرة، لكن هنا يقول لك من يغفر الذنوب إلا أنا، ما في، اللي يسوي مشاكل ما حد يطيقهم إلا ربهم، إن رجعوا إليه، ما رجعوا خلاص هم السبب، أو أحد ما قالوا لهم خلاص أنت مذنب محجوب برا. الله ما قال برا، هو ينادي لا تيأسوا من لا تي لا. اليأس هو الشيطان يريد اليأس، التأنيب، كأنها فضيلة، يعني تأنيبي وأنا فعلت الفاحشة وأنبني ضميري، هذه ليست فضيلة، هذا سلاح إبليس،
حتى لا تأخذ الاسم العظيم من أسماء الله اللي هو مفتاح الأسماء العظمى كلها. تريد الاسم الأعظم جري، يكون عندك التواب، يكون عندك الإيمان بالآخرة. إذا عندك هذه الأشياء وجاءك اسم الأعظم لا تطلب به، يأتي أوتوماتيك عندك أنك ما تطلب به هذه الدنيا التافهة. أنا عابر 100 سنة، أطلب هناك، أطلب هناك، هذا الاسم الأعظم. مو الاسم الأعظم حتى تأخذ به التراب. إن احتجت في ضرورة أقسم على الله، إذا كنت من أهل الله أقسم، إذا كنت من أهل الدنيا تلفظ كما تشاء، ما تستفيد شيء. فإذا عندنا هذه 5 كررناها لأجل أن ترسخ في المخ، ما هي راسخة. لو راسخة كان حال المسلمين متبدل، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ما يشيل هم الرزق، من حيث لا يحتسب، يعني لا تشيل هم، احتسب هنا وخليك رايح مو مشكلة، لكن يأتيك من حيث لا يحتسب. الذي عنده ألفاظ وعقليا مؤمن ما تأتي هذا الأشياء، ربنا يريد قلب لا يحب إلا هو، يحب غيره من أجله وعلى حجمه وعلى قدره وممنوع. طيب في ملحق شوي، ولكن هذا الاسم لا يغيب عن الأنبياء اللي هو التواب. يونس فر مغاضبا ورموه والتقمه الحوت، هناك قال لا إله إلا أنت، إيمان بالله، كفر بالطاغوت. هو في كرب، ما نظر إلى الكرب ولا شيء، قال لا إله إلا أنت، خرج يعني صار في الإيمان، لا أؤمن بغير الله، لا إله إلا أنت، سبحانك أنت المنزه، وليس أنا أقول وعدت هؤلاء القوم يأتيهم العذاب ولم يأتيهم العذاب، عظمت نفسي، الله يفعل كل شيء ما يريد. سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا غلطان، نجني، ما قال، بس ربنا قال وكذلك ننجي المؤمنين، غيرهم لا، الوعد لهم. المؤمن يقول هكذا افعل ما تشاء يا رب، أنا غلطت، فربنا ينجيه، ما هو يعني يخلي هذا، لا، يشيله من هذا المرض. وكذلك وعد من الله ادعوني أستجب لكم للمؤمنين. فإذا كثير يونس وغيره، تقريبا هذا الكلام زبدة القمع. تتثقف سهل، تقول أيوة عرفنا 1 2 3 4 5 6 7 خلصنا انتهينا، جاءت لما جاءت، كيف تأتي؟ وضعنا كورس في تمرين ومجاني في قناتين، مجاني 3 قنوات، قناتين مجاني، قناة لأجل الترتيب ولأجل أن تكون بديل، لو لا سمح الله ذهب هذا الأمر يصير عندنا في قناة أخرى ندفع لهم المال حتى أنتم ترتاحوا، أنتم تدفعون قليلا حتى ترتاحوا، من أراد يعني. لكن في قناتين مفتوحة اللي هي تليجرام ويوتيوب، هنا هذا الكورس قيمته غالية جدا جدا، لذلك لم نطلبه، لا يستطيع أحد يدفع القيمة، لا يستطيع. أمر يجعلك لا خوف ولا حزن، ورزق من حيث لا تحتسب، ونجعل له من أمره يسرا، ويجعل لهم فرقانا، يفرق بين الحق والباطل، يصير بصيرا، يصير راحة، يصير طمأنينة، يصير خروج من البعد المعاناة، وإذا دعوت استجاب الله لك، وبالقرآن بالشفاء بالفاتحة، اسمها شافية، مو مستشفى، شافية، بس لمن؟ للمؤمنين. لا نخلط العقلانيين المسلمين المثقفين دينيا، ليس لهم، لازم قلبك لا يحب غيره،
ولا يعظم غيره ولا يخشى غيره، ولازم تكون عندك الأخلاق مقدمة، والمعاملات تكون أخلاقك مع الناس كويسة، بعدين صلاتك يجي فيها النور، والصوم والحج والزكاة والدخل هذه تاليا. فالموضوع سهل وبسيط، ويبغى لك عزم لوقت قليل وسعادة أبدية. ليس الكورس يعني حقنا نحن، لا، هو أصلا دين الله هكذا، لكن أغفل وطمر موضوع الإيمان والكفر والطاغوت والتواب وهذه الأشياء التي نقولها يتجاوزوها الناس ويتعلمون أشياء أخرى، يقول هذا هو عبادة في الليل، عبادة في النهار، عبادة عبادة، أخلاق، معاملات، معاشرات، إيمان، كفر بالطاغوت، إحنا نجيب اللي أساسي، بعدين الفرعيات سهل، تأخذ الفرعيات أول ما ينفع، كأنك دخل واحد مستشفى وعنده سرطان وعنده سكر وعنده ضغط وعنده قلب، وهو هاتشو هاتشو عنده عطاس، فينظر له الطبيب داخل على السرير، يمشي عربة السرير هذه يجرونه إلى العمليات، يقول لا 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 يذهب للعمليات، تعال هنا، هذا ينشر فيروسات، هذا عنده عطاس وعنده زكام، نضع له أدوية الزكام والصداع. هذا الحاصل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.